وحده الزينة، أهل الزينة 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 وحده الزينة، والحقوق اللي بغينا. أهل الزينة وحده الزينة، 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 أهل الزينة وحده الزينة. إلا أن الإصلاح يكون إصلاح شمولي ويجي الإصلاح تدريجي باش المهنيين كاملين يواكبوا هذا الإصلاح. لأن السيد مدير الوكالة السلامة الطرقية جزاه الله راه متعنت وهاز راسو للسماء، لأن حنا تنطلبوا منهم هذا المنبر هذا باش يهود عند المهنيين. لأن المهني اليوم لزمتي عليه مجموعة ديال القرارات بما فيه تبديل السيارات، بما فيه هذه المنصة المشؤومة، مجموعة ديال القرارات اللي نزلت، والمهني حاضر راسو عاطي دارو للدق، ما كاينش مشكل. كنقوم على هاد المشاركة ديالكم اللي جيتوا عندنا لهنا الباب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. حنا لالا هادي ماشي أول وقفة احتجاجية اللي جينا، سبقنا كنا جينا ودائما فوق ما تنجيو بدون نتيجة. علاش؟ لأن السيد المدير الوكالة اتفق معنا على شكل ولا شكل. كيف يعقل بأن المنصة حنا دابا ما عندناش المقرر باش نقريو حنا هاد الكليان ديالنا، هاد الكليان ديالنا هاد المرشحين ما عندناش المقرر. واش انا غادي نصيفط ولدي يقرا يدوز امتحان في البكالوريا وما عطيتش المقرر وباغي ينجح لي؟ وداك الشيء اللي وقع دابا نهار اليوم الاثنين. وحنا تنشكروا من هنا السيد الوزير النقل جزاه الله عنا خيرا بانه هو اللي دخل وقال لهم بان غادي يكون واحد اعاده الامتحان نظرا للخلل اللي كان اللي صبنا في لاناقصه. واخا هذا الخلل اللي كان في لاناقصه كاين الناس اللي ركبوه وتينتقدوا السيد الوزير وتيقول لك بان ماشي كاين الفرق ما بين الخلل وبين الخطا. حنا ما تنقلبوش، حنا ما تنقبطوش المعجم وتنقلبوا على الفرق ما بين هذه. حنا النتيجه هو ان تنصيبوا بان داك النار كان كارثي، واش فهمتي؟ ودابا حنا تندافعوا دائما على المواطن، داك الفقير، المواطن اللي قاري، المواطن اللي صعيب، ما بقاش بامكانه ياخذ رخصه السياقه في الوقت، لان داك رخصه السياقه ديالو هي اللي تتبلور له الحياه ديالو، تيبغى يحسن الوضعيه ديالو. هادو بغاو يحرموه، هاد الكود ما فيه لا دارجة، ما في فرنسية، ما في شي مصطلحات اللي حنا شحال صغيرة التعليم وما فهمناهم. هاد لا ناقصة كان ما يمكننا دير هادشي، تتكون أرباب صغيرة التعليم وتكون لي مونيتور، هي ما كونت لا أرباب صغيرة التعليم، ما كونت لي مونيتور وبغات وطلقتونا في الوقت، لأن قالت لك هاد التغيير غادي يكون تدريجي، ما كاين خططو وحطتو. صلاح محمد الاسم ديالي ياسين تازي، الكاتب المحلي للنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة فاس لقطاع تعليم السياقة. اليوم كما كتشوفوا عندنا وقفة احتجاجية التي تخص مؤسسة تعليم السياقة. الإخوان جاءوا كاملين والمهنيين على الصعيد الوطني لتحقيق بعض المطالب ديالهم اللي هي مطالب مشروعة، ومن ضمنهم كما كتشوفي لا بالنسبة للتكوين ديال المدربين ولا بالنسبة للمسألة ديال بنك الأسئلة. هذا هو على ايش طالع الجدال. وايضا المنصه كان اتفاق مؤخرا مع التمثيليات ان المنصه غادي تكون اختياريه، يعني انت صاحبه مؤسسه تخدمي بها او ما تخدميش بها، يعني اختياريه. فاذا بها اليوم الى ما دخلتيش لذاك المنصه وطلعتي على ذاك الفيديو على ذاك المحاور، اذا ذاك المترشحين اللي عندك كاملين في المؤسسه غيكونوا مهددين بالرسوب. وانتم كتشوفوا اليوم الاسود ديال 25/3
2024 كان يوم اسود بالنسبه لاصحاب المؤسسات وفي المغرب كامل، ضرب في المغرب، وهذه ضربه موجعه كتضرب في المصداقيه ديال رخصه السياقه، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد العالمي، لان حتى الناس لا في الدول الاوروبيه ولا في دول الخارج راه سمعوا بان ذاك النهار راه الناس سقطوا بزاف. هذه كارثه ما عمرها ما كانت في التاريخ، اول مره كتكون. حنايا بالنسبه لنا اذا كان شي تكوين، حنا مستعدين ان اصحاب مؤسسات تعليم السياقه والمدرب انهم يخضعوا للدوره التكوينيه، وهذه الدوره التكوينيه اذا كانت غادي تكون في المعاهد حنا مستعدين. هما كيقولوا غتكون في التكوين المهني، حنا دابا اللي كنطالبوا به هو هاد الناس هادو مازال ما داروش التكوين، ومازال ما داروش التكوين في هاد المدونه والتعديل للمدونه الجديده، ومازال شي اسئله اللي خصهم يطلعوا عليها. انتم كتشوفوا، انتم كصحافه شنو كتشوفوا؟ كتشوفوا بان الناس خرجوا كيقولوا لكم الشراب، حطوا لنا الشراب. هذاك حنا كنقريوه بواحد اسم اللغه العربيه اللي هو الكحول. كحول كاين واحد ملي كيقبطك رجل امن او دراكي كيعطيك واحد الجهاز، ذاك الجهاز سميتو لالكوتيست، هذاك لالكوتيست هو اللي كنشوفوا نسبه الكحول في الدم، فاذا به تحطوا شي اسئله اللي ما عمرهم ما شافوها. اذا هنا غادي ما يمكنش انا نعطي لواحد الامتحان، اذا عطيت لواحد الامتحان لواحد المواطن المغربي اللي ما عمره ما شاف ذاك الشيء، ما تبغيهاش انت لولدك. ولدك إذا كان كيقرا مثلا في السيزيام أو في الباك وجيتو في الثالث عام وحطوا له في شي مقرر واحد آخر، راه غيجيك ساقط، غيطعنك بالسكين، أنت عام وأنت ضارب عليه تمارة ويجيك ساقط، راه أنت ما كتبغيهاش لنفسك، ماشي إلا هذا هو اللي كاين. حنايا مستعدين للتكوين، مستعدين لبنك الأسئلة الجديد، أما باش تجي أنت تفرض عليا الطريقة باش نقري هذيك ما عندكلاش، لأن كل واحد ولا بيداغوجي دونسينيومون. انت عندك طريقه ديالك باش كتوصلي المعلومه، والاخر عنده الطريقه ديالو باش كيوصل المعلومه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.